عمل سياسي، ولكن ليش مو فقط الغوطة الشرقية ودارية أو الغوطة الغربية أو الريف الدمشقي فقط، وإنما مع حل سياسي يشمل سوريا ككل؟ للوصول لهيك حل نحن بحاجة أن نكون كمعارضة جسم واحد عسكريين ومدنيين يقينا حيسهل إنهاء الصراع، أو بتوحدنا ما بعتقد أن نكون بحاجة لحل سياسي، إنما حنكون سحقنا الأسلاك وعصابته. أنا مالي مع وقف إطلاق نار، إن كان بس في الغوطة الشرقية أو بس بدارية أو بالغوطة الشرقية وبدارية، لأن وقف إطلاق نار بمنطقة أو بمنطقتين رح يسبب ضغط على باقي المناطق. فالوقف إطلاق النار لازم يكون شامل بكل سوريا بكافة المناطق، حتى يعني عسى يكون إنه بداية حل سياسي ووقف لحمام الدم أو معاناة الشعب السوري. أنا مع الهدنة إذا صارت بالغوطتين، أنا إذا صارت بس بالغوطة الشرقية رح يسحب كل شيء قوات اللي بالغوطة الشرقية يحطهم بالغوطة الغربية، وإذا صارت بالغوطة الغربية كذلك الأمر رح يصير. أما إذا صارت بالغوطتين بخفف المعاناة عن المدني وعن كل تقريبا أهل دارية أهل دوما أهل الغوطتين.